لله رب العالمين حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فلا إله غيره ولا رب سواه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله عدد حروف القرآن حرفا حرفا وعدد كل حرف ألفا ألفا. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله عدد صفوف الملائكة صفا صفا وعدد كل صف ألفا ألفا. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله عدد أوراق الأشجار ورقة ورقة وعدد كل ورقة ألفا ألفا. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله عدد ذرات الرمال ذرة ذرة وعدد كل ذرة ألفا ألفا. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله عدد ما في علمك القديم من الواجب والجائز والمستحيل، صلاة تدوم بدوام الله العظيم. والرضا عن ساداتنا ذوي القدر الجلي الأكابر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين وعن أختيهما سيدتنا زينب وأم كلثوم، وعن أمهم سيدتنا فاطمة الزهراء، وعن أمها سيدتنا خديجة، وعن بنات رسول الله الطاهرات الشريفات العفيفات، وعن صحابة رسول الله الغر الميامين، وعن التابعين وتابعيهم، وعنا معهم يا كريم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أحبابي في الله وفي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نذرت سلافة بنت سعد نذرا لم تشهد البشرية له مثيلا من قبل في شناعته وبشاعته، نذر يتصادم مع أنوثتها كامرأة، بل يتعارض مع الفطرة السوية لأي إنسان. نذرت سلافة بنت سعد أن تشرب الخمر في رأس عاصم بن ثابت، نذرت أن تشرب الخمر في رأس عاصم بن ثابت، ووضعت مكافأة كبيرة جعلتها 100 ناقة لمن يأتي لها برأسه. وسر هذا الحقد الدفين عليه أنه قتل ولدين من أولادها في غزوة بدر الكبرى، كانوا مشركين يحاربون النور صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحتار القوم في الوصول إليه، واحتال بعضهم ليأتي لها به، وذهب بعضهم إلى رسول الله يطلبون منه بعض قراء القرآن، وزعموا أنهم من المؤمنين كي يعلموهم كتاب الله، واشترطوا أن يكون فيهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه. وفي الطريق غدر هؤلاء الأوباش بأصحاب رسول الله وهموا بقتلهم، فحاربهم سيدنا عاصم حربا شديدة، وكان من الشجعان، حتى إن النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: من قاتل فليقاتل قتال عاصم بن ثابت، من قاتل فليقاتل قتال عاصم بن ثابت. ضربهم بكل ما معه من نبل حتى نفد، ثم رماهم بالسهم حتى انكسر، وحاربهم بالسيف حتى سقط منه. فاجتمع عليه القوم وكادوا أن يقتلونه،
وقبل أن يضع السيف على رقبته نظر إلى السماوات قائلا: إلهي، حميت دينك أول النهار، فاحم لحمي وعظمي آخرة. فقتلوه، فأرسل الله تعالى عليه الدبر ذكور النحل بالآلاف المؤلفة التي أحاطت جسده المسجى بالدماء الطاهرة. وكلما هم واحد من المشركين من جسده ليستل السيف ليفرق رأسه عن جسده عجز من كثرة الدبر، فوقفوا بعيدا وقالوا: بالليل نجهز عليه فنجتز رأسه. وفي المساء أرسل الله سيلا عارما من الجبل على جسده فأخذه وواراه، ولا يعلم أحد مكانه إلى الآن. هكذا كافأ الله تبارك وتعالى الشهداء وأكرمهم بكرامات ربما لا تخطر على قلوبهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إن الله تبارك وتعالى اختص من شاء من عباده بالنبوة والرسالة، واختص من أراد بحكمته العلية من شاء من عباده بالشهادة، ويجعل منكم شهداء. فليس كل إنسان قادر على أن يحظى بالشهادة، وإن سعى إليها وحارب الجميع وقاتل قتال الشجعان. فهذه مزية يختص الله بها من شاء من عباده. لذا لم يكن غريبا أن يقف الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه على منبر سيدنا ومولانا رسول الله ليذكر الحضور في بعض أيام الجمع قائلا: إن بالجنة بيتا من لؤلؤة مجوفة. وأخذ يعدد محاسنها ثم قال: ولا يكون هذا البيت إلا لنبي. ثم التفت إلى الروضة النبوية الشريفة وقال: هنيئا لك يا رسول الله. ثم قال: ولا يكون إلا لصديق. ثم عاد والتفت إلى الروضة مجددا وقال: وهنيئا لك يا أبا بكر. ثم قال: ولا يكون إلا لشهيد. ثم نظر إلى نفسه وترك الحديث مع الناس وقال بصوت مسموع: وأنى لك الشهادة يا عمر. لست نبيا ولا صديقا، فأنى لك الشهادة يا عمر. ثم تمنى أمنية حققها الله له واستجاب دعاءه فقال راجيا من الله كرمه: إن الذي أخرجني من بيتي مهاجرا قادر على أن يرزقني الشهادة. فنالها رضي الله عنه وأرضاه، وجاور الكريمين رسول الله والصديق رضي الله عنه وأرضاه. من نعم الله على الشهداء أنه أمدهم بعطايا لم يعطها لأحد من خلقه دون الأنبياء والمرسلين، وأكرمهم بكرامات عديدة حتى وإن كانوا مقصرين مذنبين. فعن سيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال مبينا فضائل الشهداء: وإن قصر بعضهم في جنب الله أو أذنب وأسرف على نفسه، قال: الشهداء أربعة: رجل جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فهذا في أعلى درجات الجنة،
ينظر الناس إليه يوم القيامة ويرفعون رؤوسهم هكذا، ورفع النبي رأسه عاليا حتى سقطت قلنسوته. ورجل جيد الإيمان لقي العدو فأصابه مثل طلح، فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن. هو مؤمن جيد الإيمان، إلا أنه كان جبانا خائفا، وكأنما ضرب جلده بطلح أي شوك. لقي العدو فصدق الله، فجاءه سهم غرب أي لا يعرف من رماه، فذلك في المرتبة الثانية. ورجل لقي العدو خلط عملا صالحا وآخر سيئا، صدق الله فقتل، فذلك في الدرجة الثالثة. ورجل أسرف على نفسه في المعاصي، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في المرتبة الرابعة. هكذا بين لنا النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم منازل الشهداء، وإن كان بعضهم قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وإن أسرف بعضهم على نفسه وارتكب من الموبقات ما لا يعلمه إلا الله. ويكفيهم شرفا أنهم اشتروا الجنة من الله. إن الله يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله. ذكر الإمام ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة أن أبا قدامة رحمه الله ورضي عنه وأرضاه كان أميرا على بعض الجيوش الإسلامية، شجع الناس ذات يوم على الجهاد في سبيل الله والبذل والإنفاق والعطاء، فأعطاه الناس ما أفاء الله به عليهم من نعم، وأتى هذا بما أكرمه الله به وذاك بما قدره الله عليه. ولما خرج من المسجد الجامع إذا به يرى امرأة تلقي إليه بورقة، فلما فتحها وجد فيها ضفيرة من شعر أنثى طويل، وفي الورقة مكتوب: يا أبا قدامة، أنا امرأة مسكينة لا أملك من حطام الدنيا شيئا، وقد رغبني كلامك في الصدقات، غير أن يدي فقيرة لا أجد ما أنفقه من العطاء، لا أملك سوى ضفيرتي هذه، فخذها واجعل منها حبلا لفرس يغزو في سبيل الله. فاستبشر أبو قدامة، وقبل المعركة إذا به يرى غلاما قد ناهز الحلم يقول: يا عماه، اجعلني مع المجاهدين والغزاة في سبيل الله. نظر إليه وقال: يا بني، إني أضن بك على الموت، فعد إلى والديك. قال: إن أبي قد مات شهيدا في العام الماضي، وإن أمي هي من أرسلتني إليك. فقبله أبو قدامة. وفي بعض الأيام قبل بدء المعركة كان أصحاب هذا الفتى قد طلبوا منه أن يعد لهم طعاما فتأخر عليهم،
فذهب أبو قدامة يتفقد حال الغلام فوجده نائما والقدر على النار فأطفأه ونظر إلى الغلام فإذا هو يبتسم ثم ازداد وجهه سرورا وبشارة ثم ضحك فأفاقه أبو قدامة وسأله أي بني ماذا رأيت في منامك قال رأيت كأني في الجنة وإذا بي أرى امرأة كأن وجهها القمر لم تر العيون أجمل منها قط قالت هنيئا لك الجنة يا زوج المرضية قال لها أو أنت المرضية قالت لا بل أنا إحدى وصيفاتها وخدمها وإن المرضية تنتظرك في هذا القصر قال فدخلت فرأيت امرأة لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يأخذ أبصارهم لعمي بصري من شدة جمالها ولولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا تذهب عقولهم لطاش لبي من حسنها فقالت لي أنا المرضية امرأتك فمددت يدي إليها فابتعدت وقالت إن الله يربيني لك منذ 500 عام وإن موعدي بك غدا بعد الظهر ففي اليوم الثاني قابل أبو قدامة وقال يا عماه أتريد مني شيئا قبل الرحيل قال أبو قدامة إن حقق الله رؤيتك وقبلك شهيدا فاذكرني عند ربك واشفع لي عنده وكان يرمقه في المعركة بعينه يريد أن يحافظ عليه جهده وأن يظن به على لقد وقد كان يظن به على الموت ولما اشتدت المعركة وانشغل كل واحد بشأنه ونصر الله المسلمين على أعدائهم فتش أبو قدامة عن الشاب فوجده طريحا تخرج دماؤه من جسده بعدما قتل 3 من المشركين وقال يا عماه أبلغ أمي بما وصل إليه حالي قال ومن أمك؟ قال إنها صاحبة الرسالة صاحبة الضفيرة ويا عماه لن أنس وصيتك التي أوصيتني بها استجاب الله دعاءه وحقق رجاءه وأعطاه مسألته ومقصوده لصدق نيته مع الله وصدق رسول الله إذ يقول من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه نسأل الله أن يلطف بنا وأن يستر علينا وأن يحسن إلينا وأن يتوفنا وهو راض عنا آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين وعنا معهم يا كريم أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب أحبابي في الله وفي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ما أحوج هذه الأمة إلى شباب أشداء يعملون لصالحها ليل نهار بسواعد الجد والجهاد، ويبدأون بجهاد أنفسهم عن شهواتها وملذاتها الحرام، ثم يقدمون يد العون والخير لكل عباد الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد بين لنا النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيل الرشاد إلى الجنان، وبين لنا كذلك سبيل البغي والغي الذي يؤدي إلى الانحراف والضلال، وحذرنا من ذلك كثيرا حتى لا نتبع الشيطان ولا نمشي خلف الشهوات فنزيغ عن الحق ونضل ونضل. فقال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم إلا إذا عدتم إلى ربكم. إذا تبايع الناس بالربا وفشى فيهم أكل الحرام وصار همهم فيما يأكلون واتبعوا أموالهم وتركوا الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم مهانة وحقارة ودونية لن ينزعها منهم طالما رضوا بالذل وعاشوا فيه. وبين لنا النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حب الدنيا واتباع الشهوات هو سبيل الانحراف عن منهج الله، وهو أصل الانحطاط إلى مستنقع الآثام والأوحال. فبين لنا أنه توشك أن تتداعى علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. هكذا بين لنا رسول الله الداء الوبيل الذي ننحط به والذي تفشل الأمم بأجله. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كثيرا كثيرا ما حذرنا رسول الله من الشهوات، وبين لنا أنها سبيل الهوان والمذلة والانحراف. فقد أخرج الطبراني والحاكم والمنذري في كتاب الترغيب والترهيب عن سيدنا النبي الحبيب أنه قال: سبعة لعنهم الله من فوق سبع سماواته، وجعل مع كل لعنة لعنة تكفيه: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير شيئا من حدود الله، ملعون من عق والديه، ملعون من جمع بين امرأة وابنتها، ملعون من أتى شيئا من البهائم، ملعون من ادعى إلى غير والديه. وبين لنا في الحديث الذي أخرجه ابن عساكر في تاريخه قال: أربعة لعنهم الله من فوق سبع سماواته وأمنت عليهم الملائكة: مضل المساكين، والذي يقول للمكفوف دون كذاب وليس بين يديه شيء، والقوم يسألهم الرجل عن الدار فيدلونه على غيرها،
والذي يضرب والديه حتى يستغيثا. هكذا حذرنا النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشهوات والذنوب والأوزار والمعاصي، ورغبنا في الرجوع إلى الله والإنابة إليه والانكسار بين يديه وذل النفس وقهرها لأجله. فمما يروى عن كليم الله أنه سأل الله يوما فقال: إلهي أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فلنبادر بالتوبة والرجوع إلى الله وكف النفس عن شهواتها ورد المظالم إلى أصحابها وسؤال الله الستر والنصر والتوفيق والرشاد والحفظ والجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك